عندي كباية سمنة، نص كباية زيت، كباية ونص سكر بودرة، 4 كبايات طحين. منشيل الحشوة عندي هون فستق حلبي مطحون، 1/4 كباية سكر، ملعقة صغيرة مزهر، ملعقة صغيرة موارد، 1 كباية سمنة، وهيدا الزيت. استنى بضربهم تينخلطوا منيح مع بعضهم، بصير لونهم ابيض. نخلطوا منيح هلا مع بعضهم، بحط شوي شوي طحين. هلا رح استعمل ايدي تعجنه مزبوط، وهي العجينة صارت جاهزة. رح اتركها شوي شي 10 دقايق ترتاح. السكر، الزهر، موارد. رح زد لها ملعقة موارد وملعقة مزهر، يعني بتكون أخذت ملعقة كبيرة مزهر وملعقة كبيرة موارد. صارت حاضرة للحشوة. ارتاحوا، رح اخد شقفة قد الجوزة. حط فيها نص ملعقة، سكرها، حط لها شقفتين في السوق. مي الفرن على 250 لعشر دقايق. من دقايق تحت واربع دقايق فوق. صحة وهنا.